والآن تكلمني معالي السيد سهيد ابن محمد وزير الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة. دولة الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في البداية أن أنقل إليكم من أرض السلام والتسامح دولة الإمارات العربية المتحدة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، وتمنياتهم الصادقة لهذا المؤتمر المهم بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهدافه المرجوة لمصلحة العراق الشقيق وشعبه والمنطقة وشعوبها. اسمحوا لي بداية أن أشكر الأشقاء في العراق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو أمر ليس غريباً على العراق وشعبه الكريم وقيمه وأخلاقه الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. إن هذا المؤتمر وما ينطوي عليه من دلالات مهمة من حيث المضمون والتوقيت والأهداف هو خطوة مهمة ومؤشر أساسي على طريق عودة العراق إلى دوره الطبيعي المأمول في محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما يثلج صدورنا جميعاً ويبعث إلى السعادة والتفاؤل. ولا شك في أن الحضور الإقليمي والدولي الكبير والرفيع إنما يعبر عن اهتمام المنطقة والعالم كله بدعم العراق والوقوف إلى جانبه خلال هذه المرحلة التاريخية المفصلية التي يمر بها، ويعمل من خلالها على الانطلاق نحو الأمام بروح جديدة لمصلحة شعبه وتعزيز شراكاته السياسية والاقتصادية مع دول الإقليم ومختلف دول العالم. كما أن المؤتمر مبادرة شجاعة تستجيب لحاجة المنطقة إلى تعزيز أسس التعاون والشراكة في مواجهة التحديات المشتركة، وفي ظل ما تواجهه من مشاكل وأزمات كثيرة ومعقدة، وتلتقي مع رغبة الشعوب في التنمية والرخاء والاستقرار، وتؤسس لعهد جديد من التعاون الإقليمي الذي يقوم فيه العراق الشقيق بدور محوري مع أشقائه وأصدقائه في المنطقة والعالم. إن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت على الدوام منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ترى هو دعم العراق والوقوف إلى جانبه في كل خطواته لما فيه مصلحة شعبه وتطلعاته إلى التنمية والرخاء ومواجهة مختلف التحديات التي يتعرض لها. ومن منطلق إيماني القيادة في دولة الإمارات الراسخ بأن العراق المستقر والقوي والموحد والفاعل في محيطه هو تعزيز لأركان السلام الإقليمي والعالمي، نظراً لما له من أهمية استراتيجية كبيرة وما يمتلكه من قدرات مادية وبشرية متميزة وما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية للعالم أجمع. إن دولة الإمارات العربية المتحدة على الدوام تؤمن بأهمية التعاون والعلاقات الإيجابية والشراكات التنموية بين الدول وحل المشكلات والنزاعات بالطرق السلمية، وأن هذا هو الطريق نحو المستقبل الأفضل الذي تنتظره شعوب الشرق الأوسط وتتطلع إليه. ومن هذا المنطلق فإن دولة الإمارات تنظر إلى هذا المؤتمر باهتمام كبير وتضع عليه آمالاً عريضة، لأنه يجسد إرادة التعاون والسلام والوفاق التي تحتاجها منطقتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى. إن دولة الإمارات
بما لها من سجل حافل في العمل من أجل السلام والتعايش والوفاق على الساحتين الإقليمية والدولية، لن تدخر جهداً في التعاون مع أشقائها وأصدقائها وشركائها خلال الفترة المقبلة لدعم العراق وتحويل نتائج هذا المؤتمر إلى برامج وسياسات تعود بالخير على المنطقة برمتها. مرة أخرى أجدد الشكر للأشقاء في العراق لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، وأتمنى لمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.